السلام عليكم ورحمة الله أحبائي طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله النهاردة نستكمل منهج الترم الثاني مع الوحدة الثانية اللي اسمها إنتي سانج. إنتي سانج الوحدة رقم 5 في السنة الدراسية كلها، يعني الوحدة رقم 2 في منهجنا بتاع الترم الثاني. اسم الوحدة لافامي، وحدة لذيذة جدا بسيطة قوي اسمها لافامي بمعنى العيلة. لا فا مي كمفردات فوكابلوغ كالعادة، أنا عندي مجموعة فوكابلوغ وبعدين بنقول طب إزاي نستخدمها في اللغة في جمل مفيدة. أنا عندي لي مومغ دو لا فامي. لي مومغ دو لا فامي يعني أعضاء العيلة، من هم الناس اللي موجودين في العيلة، مقسمين بطريقة جميلة جدا. في الأول بتكلم على لي غران بارون، لي غران بارون دي بمعنى الأجداد، لي غران بارون بمعنى الأجداد اللي هم مين؟ لو غران بير الجد ولا غران مير الجدة. يبقى لو جالي في الامتحان قال لي لي غران بارون سون نقط، الغران بارون الأجداد تكون نقط، هكتب له لو غران بير et la grand-mère. Et ce sont le grand-père et la grand-mère. الجد والجدة. طيب لو شلت كلمة grand وخدت كلمة parent، les parents، les parents، les parents أو parents بمعنى الوالدين. In English parents in English. بس في الفرنسي اسمها les parents، الوالدين. اللي هم إيه؟ le père et la mère. le père et la mère. الأب والأم. بقى عندي بير أب مير أم، الاثنين اسمهم لي بارون. طيب عندي بعد كده لو فرير اي لا سور. لو فرير اي لا سور بمعنى الأخ والأخت. بعديها لونكل العم أو الخال، لا تونت العمة أو الخالة. لونكل العم أو الخال، لا تونت العمة أو الخالة. عندي بعد كده لو كوزان. لو كوزان بمعنى ابن العم أو ابن الخال، ابن العمة أو ابن الخال. لا كوزين، لا كوزين بنت العم، بنت الخال، بنت العمة، بنت الخالة. وتعالى نسمع لا فامي تاني، وزي ما بتعملوا كل مرة هنكرر الكلمات مع بعض. Les grands-parents. Les grands-parents. Le grand-père. Le grand-père. La grand-mère. La grand-mère. Les parents. Les parents. Le père. Le père. La mère. La mère. Le frère. Le frère, la sœur, la sœur, l'oncle, l'oncle, la tante, la tante, le cousin, la cousine. طيب عايزين بس ناخد بالنا من حاجات تسهل لنا شوية الحفظ. أنا عندي كلمة le père و la mère، أب وأم. عندي لما بضيف كلمة grand، a grand père جد، grand mère جدة. أصلا grand لوحدها دي adjective صفة بمعنى كبير، الأب الأكبر اللي هو الجد، يبقى grand père بمعنى جد. لما أحط grand نفسها مع كلمة mère اللي هي الأم، تبقى الأم يعني الأكبر بمعنى الجدة. يبقى le père و la mère، le grand père، la grand mère. الاثنين père و mère اسمهم parents الوالدين، اما grand père و grand mère اسمهم les grand parents يعني الجدين. بعد كده عندي كلمة cousin، cousin. لو رجعنا للوحدة اللي فاتت تكلمنا عن التأنيث، قلنا بحط أ، وعارفين ان الادوات اللي تخص ماسكولان واللا تخص فيمينا، يبقى حولت من لا للا. طب والكلمه نفسها تحط لها ا، يبقى لو كوزان
ابن العم وابن الخال، ابن العم وابن الخالة. لا كوزين بنت العم وبنت الخال، بنت العم وبنت الخال. عايز اعمل اكزامبل جملة كاملة، فبقول سي ما فامي، سي ما فامي انها عائلتي. عايز اقول جام ما فامي، جام ما فامي احب عائلتي. عايز اعرف العيلة زي ما نعرف بعد شوية. مون بير سابيل علي، مون بير سابيل علي. في الوحدات اللي فاتت المنهج الذكي جدا بتاعنا رغم كده انه بسيط جدا، في كل مرة فيرب او اتنين، مجموعة كلمات بسيطة وبيعلمني ازاي استخدمها في جمل كاملة. هنا ممكن نعمل يعني تجميع لكل الافعال او معظم الافعال، pour présenter moi-même ou pour me présenter عشان اقدم نفسي، et pour présenter ma famille عشان اقدم عيلتي. يعني اتكلمنا على le nom الاسم، فهل انت تقدر تقدم نفسك من ناحية الاسم؟ قولي اه، قول je m'appelle مثلا احمد. طب لو انت عايز تقول اسم والدك، طب لو عايز تقول اسم اختك، اسم والدتك، اسم اخوك، هتقدر طبعا بنفس التصنيف فيرب سابيلي، بس المرة دي هتغير، تقول مثلا مون بير سابيل وتقول اسمه. طب اتعلمت في وحدة تانية فيرب افوار يمتلك، واتكلمت عن عمرك، فهل انت تقدر تتكلم عن عمر والدك، عمر والدتك؟ تقدر تقدم عيلتك من ناحية العمر؟ اه ادون مون بير سوسانتون سانكانتون، والدي عنده 50 سنة، عنده 60 سنة، ايا كان سنه. يبقى إذن كانت الفكرة دايما في تصريف الفيرب ان يبقى عندك إمكانية انك تتكلم عن نفسك وعن غيرك بالضمائر المتاحة ليك. جو تو إل آل، نو فو إل آل. دايما لما تقدم نفسك تكلم عن نفسك هتقول جو، لكن لما تكلم أو تقدم حد آخر يبقى لو هو مذكر تحط إيل، تحط التصريف المناسب لإيل والتكملة المناسبة لي. لو هو واحدة تكلم بآل بمعنى هي، تحط التصريف المناسب وتحط الكومبليمون تكملة المناسبة. بعد كده الدرس في ديفينيسيون، يعني تعريفات للعيلة هنذكرها في آخر الوحدة. يعني ممكن في الاكزامان يقول لك مين هو لونكل، العم لونكل اي نقط، فلازم انت تقول ان العم ده اخو والدي، لو بمعنى خال يبقى اخو والدتي. طب من هي لا تونت، طب من هو لو كوزان، من هنا كوزين، دي ان شاء الله هتذكر ببساطه جدا. لكن المطلوب مننا في الجرامير هنا هو لي مو انتروجاتيف، واقدر انطقها بادغام لي مو انتروجاتيف، لي مو انتروجاتيف بمعنى ادوات الاستفهام. ادوات الاستفهام مرت علينا ادوات كتيره في خلال الترم الاول والترم الثاني، هنا في تجميعه بسيطه جدا. انا عندي كلمه كومو استخدمتها قبل كده وبستخدمها النهاردة. خدناها مع الاسم comment tu t'appelles، وقلنا ممكن نقول tu t'appelles comment، يعني انت اسمك ايه؟ je m'appelle احمد، انا اسمي احمد. طيب هو جابها ليه تاني؟ عشان اقول لحضرتك افتكر التنوع، التنوع اللغوي ده هو اللي يخليك مش بس تجيب درجة نية، لا كمان تتكلم فرنساوي. عايز اقول له ما اسمك، قلت له comment tu t'appelles. طب لو قلت له ايه اسم والدك، ما اسم اخوك، يبقى حضرتك لازم تبقى مستعد للتغيير اللي هيحصل ده. comment tu t'appelles، انت اسمك ايه؟ لكن لو عايز اقول له ما اسم والدك يبقى comment il s'appelle، ايه اللي هو، او comment ton père s'appelle، ما اسم والدك. comment ta mère s'appelle، او ta mère s'appelle comment، والدتك اسمها ايه. ta sœur s'appelle comment، اختك اسمها ايه. ton grand père s'appelle comment، جدك اسمه ايه، etc. وهكذا. السؤال التاني خدناه قبل كده comment ça va، comment ça va، كيف حالك، ça va bien، ممكن اقول له merci، شكرا انك بتسال عن حالي. بعد كده عندي اداه للكائن الحي اللي هي كي بمعنى من، كي من. طب جايبه هنا عشان لما يشاور لي على حد من العيله اقول له هو مين ده، يقول له ده والدي، ده والدتي، وهكذا. كي زي كيس، ده السؤال العام بتاعك. كيس شرح حد، كيس سي علي، ده علي. سي منى اسمها منى. سي مون بروفيسور، ده مدرسي. سي ما تونت، دي عمتي. سي مون اونكل، ده عمي او خالي، اتسيرا.
comme par exemple qui est-ce, man hada, c'est Ali, innahu Ali, c'est mon père, innahu walidi. كان من ضمن الحاجات الطريفة البسيطة جدا زمان أيام الاحتلال كان لما بيشاور يقول سي سي ويقول اسم سي مسيو محمد سي مسيو نزار سي مسيو فلان فكانت كلمة سي احنا اعتقدنا في مصر هنا انها لقب ولك سي فلان على اساس انه بمعنى الاستاذ فلان لكن هي سي دي الاشارة سي سي احمد سي محمد سي محمود اتسيغا وهكذا. طيب بعد كده كلمة تو تو بمعنى ماذا؟ يبقى عندي كي وعندي كو هنا عاقل او كائن حي هنا جماد. طب السؤال العام ايه لما بشاور على جماد؟ ولك كاسكو سي هنا اقول كياس هو مين ده؟ هنا كاسكو سي ما هذا؟ ما هذا هو ايه ده؟ قولي سي نفس كلمة سي اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده سي تاستيلو هذا قلم ستون جم إنها أستيكة يبقى سي بعد منها أختيكل سواء مسكولا أو في منها آ أو إن مذكر مؤنث على حسب الاسم اللي بعدها بس الاسم يكون جماد. طيب بعد كده آخر أداة ليها شكلين كال نفس النطق في بعض الناس بتغلط من الزملاء ومن طلابنا الحلوين كال وكال هو ما كالش حاجة هي الاتنين كال. طب ليه؟ لأن الحروف المنطقة هي فبالتالي الإل والأ اصلا ما عندوش ما فيش لهم صوت فكال وهي كال. يبقى عندي كال وكال طب الفرق ايه؟ الاتيليزاسيون الاستخدام دي ماسكولا دي فيمينا. طب تعالى ناخد يعني اكزامبل على الماسكولا واكزامبل على الفيمينا. قول له قبل كده اتكلمنا في الوحده الثانيه في الترم الاول كلاجاتو كم عمرك؟ كلاجاتو عندك كم سنه؟ او تيا كيلاج انت عندك كم سنه؟ جي 15 اون جي 5 اون J'ai 6 ans, j'ai 13 ans, etc. عندي 5 سنين, 10 سنين على حسب سنين. لكن لو أسأل عن الساعة العمر كان مسكولا مذكر في خط كال لكن الساعة في ميناء مؤنثة خط كال نفس النطق بس بص الكتابة في ميناء كلاغيتيل لما تكلمنا في الوحدة الأولى الترم الأول عن الساعة كلاغيتيل يقول الطالب طب ما هو الحاجات دي طالما دارسها بيجمعها لك بقى في الوحده دي عشان تعرف الاستفهام كومون تو بفير ان كيستيون زي تعمل كيستيون ريبونس سؤال وجواب بتجميع الادوات الاستفهام المهمه. كلاغيتيل كم الساعه؟ إلي 3 اور الساعه الثالثه. طيب كال الفيمينا استخدمها امتى تاني؟ مع اللون لان كلمه لا كولور اللون دي كلمه مؤنثه. بقول هذا لون او انه لون او لون كذا الكلام ده وضحناه قبل كده في الترم الاول لما قلنا في البداية ان مش شرط التسكير والتنسمة من اللغات يبقى متشابه قد يكون الكلمة متشابهة او قد يكون الكلمة مختلفة واللي بيحل القضية دي هي ليزارتيكل الادوات اللي احنا قلنا بنسميها في قناتكم الحلوة هنا المحددات اللي هي بتحدد الكلمة ماسكولين ولا فيمينا. هنا عندي لا لا كولور اللون مؤنثة قلت كلمة مؤنثة كيلي لا كولور دو ما هو لون وبعد دو احط الاسم اللي انا عايز اسال لونه ايه لون القلم ايه لون المسطرة اللي معاك طب ايه لون بيتك وهكذا فاقول له كيلي لا كولور دو لا ريغل كيلي لا كولور دو تا ريغل مسطرتك او لا ريغل المسطرة بصفة عامة فقولي لا ريغل المسطرة اي روج حمراء اي بلو زرقاء اي نوار سوداء اي بلانش بيضاء اتسيغا وهكذا. يبقى اذا دي كانت تجميعه لادوات الاستفهام متبقي لنا جزء واحد بس هوضحه لحضراتكم هو كومون جو بي بريزونتي ما فامي او ازاي اعمل ديفينيسيون للعيله. فبنقول مثلا لونكل سي انه لو فرير دو mon père ou de ma tante de ma mère pardon de ma mère l'oncle العم او الخال يبقى سي لو فرير انه اخو de mon père ابي ou de ma mère امي طالما انه بمعنى عم او خال يبقى اللي هو العم يبقى سي لو فرير de mon père اخو والدي. طب لو بمعنى خال بس سي لو فرير دو ما مير
لكن طالما هو معناه عمه وخال يبقى لونكل سي كي او كيس ده مين او لو سي لو فرير دو مون بير او دو ما مير اخو مين والدي او والدتي. قياسا على الاكزامبل ده المثال ده ممكن اقول لو غران بير كيس مين هو الجد او سي لو بير سي لو بير انه والد de mon père ou de ma mère والدي او والدتي. طب مين هي la grand mère او سي لا مير انها ام سي لا مير de mon père ou de ma mère انه او انها والده ابي او امي. طب مين هي la tante قياسا على دي بدل la tante بدل l'oncle احط la tante قول سي ها la sœur انها اخت. يعني بالمفردات دي تقدر تعمل ديفينيسيون هتقول la tante العم او الخاله يبقى سي لا سوغ انه اخت مون بير ابي وما مير والدتي اتسيغا وهكذا. يبقى دي كانت اخر جزئيه كومون جو بي بريزونتي يعني كومون جو بي مي بريزونتي زاد نفسي اي بريزونتي ما فامي واقدم عيلتي وكمان اعمل ديفينيسيون يعني تعرف لي افراد العيله. مطلوب منك في الوحده دي انك تحفظ مفرداتك وادوات استفهامك واستخداماتها وكمان تعرف عيلتك وتقدم نفسك وتقدم أفراد العيلة من ناحية الحاجات اللي انت درستها الاسم والعمر وهكذا. كنت سعيد بتفاعلكم معايا وان شاء الله بإذن الله بعد ما نخلص منهجنا زي ما عملنا الترم الأول هنبقى في اكزرسيس يعني تمرينات دورية عشان حبايبنا يجيبوا أعلى الدرجات زي الترم الأول مع قناتكم اللي بتقدم لكم مش بس لغة فرنسية لا كل المواد الدراسية ان شاء الله معاكم متاحة مع اكفأ المدرسين بابسط الطرق جايلك لحد البيت لما هتشترك في القناة ان شاء الله قناة درس خصوصي هي الدرس لحد بيتك وبدون اي مقابل وان شاء الله بإذن الله نشوفكم على خير الوحدة الثالثة والاخيرة. السلام عليكم ورحمة الله.